بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض ملخص لأحداث الفصل الثامن من القصة. بعد ما ظهر لنا الزعيم أحمد عرابي، وبعديه الزعيم مصطفى كامل، وبعديه الزعيم محمد فريد، ظهر لنا الزعيم الوطني سعد زغلول. قام هو وزمايله عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وراحوا إلى المندوب السامي البريطاني اللي كان بيحكم مصر وقتها عشان يعرضوا مطالب بلادهم في الحرية، لكنهم فهموا من كلام المندوب السامي البريطاني إن بريطانيا ما عندهاش أي رغبة إنها تمنح مصر الاستقلال. قرر سعد على ضوء الكلام اللي سمعه هو وزمايله من المندوب السامي البريطاني إن مفيش وسيلة غير رفع راية الجهاد، واهتم سعد زغلول إن عنصري الأمة يقفوا صف واحد ضد المحتل. وبالفعل لما نادى سعد زغلول في الشعب المصري، لبى الشعب نداءه بكل طوائفه، وتبادل رجال الدين الزيارات في المساجد والكنائس، وأصبح الشعب كله كتلة واحدة ضد المستعمر الإنجليزي. الإنجليز لما شافوا خطر حركة توحيد الأمة قرروا إن هما يخمدوا الثورة، فنفوا سعد زغلول لجزيرة مالطا، وده كان سبب في اشتعال ثورة المصريين وانطلقت المظاهرات بين المصريين والجنود الانجليز. فشلت بريطانيا انها تخمد شعور المصريين، فقررت انها تفرج عن سعد زغلول ورفاقه عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي. اول ما تم الافراج عنهم انطلق سعد زغلول وزمايله الى مؤتمر الصلح في باريس عشان يعرض قضية مصر، الا ان الدول الكبرى طبعا مش هتيجي مع مصر ضد حليفتها بريطانيا. تحالفت الدول الكبرى مع بريطانيا وما رضيتش تقول كلمة الحق، وما رضيتش تدي مصر حقها في الاستقلال وتقول انها ليها حق في الاستقلال. على ضوء كده بريطانيا بعتت لجنة اسمها لجنة ميلنر. اللجنة دي كان الهدف منها انها تهدي الامور في مصر وتحاول تشوف اسباب ضيق المصريين، لكن الشعب قاطع اللجنة دي ورجعت اللجنة فاشلة من حيث أتت. بعد فشل اللجنة دي اتجددت المظاهرات من تاني، فتم نفي سعد زغلول إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي، وعلى أساس كده كان في دعوة إلى مقاطعة البضائع الإنجليزية، والسياسيين أضربوا عن تشكيل الحكومة، وتكونت جمعيات سرية مسلحة للكفاح المسلح السري ضد بريطانيا. اضطرت بريطانيا عشان تهدي الامور انها تلغي الحماية على مصر، لكنها اتمسكت باربع نقاط اللي هي التحفظات الاربع: اولا تأمين مواصلات بريطانيا، الحاجة التانية الدفاع عن مصر ضد اي تدخل اجنبي، الحاجة التالتة حماية الاقليات، الحاجة الرابعة معالجة مسألة السودان في مفاوضات تالية. تدريبات: السؤال الاول ما نتيجة نفي سعد زغلول الى مالطا؟ السؤال الثاني ما موقف الدول الكبرى في مؤتمر الصلح؟ السؤال الثالث لماذا جاءت لجنة ميلنر إلى مصر وما موقف الشعب منها؟ شوف إجاباتنا. السؤال الأول طبعا نتيجة نفي سعد زغلول إلى جزيرة مالطا إن الثورة الشعبية قامت والثوار قطعوا خطوط المواصلات البريطانية، واشتركت النساء والفتيات في الثورة وعرضوا نفسهم لرصاص المدافع، ودي كانت أول مشاركة نسائية في ثورة في مصر. السؤال الثاني بالنسبة لموقف الدول الكبرى في مؤتمر الصلح اللي كان موجود في باريس في فرنسا، طبعا كان موقف مخزي لأن الدول دي نصرت حليفتها بريطانيا، يعني وقفت مع بريطانيا ضد مصر، وكأنها كده أغمضت عينها عن حق مصر في الاستقلال ورفضت الدول دي إنها تقول كلمة حق. السؤال الثالث لجنة ميلنر كان الهدف منها انها جاية عشان تحقق في اسباب الثورة وتعرف ايه اللي يرضي المصريين طبعا بما لا يتعارض مع مصالحها، لكن الشعب المصري كان رد فعله تجاه اللجنة دي قاطع اللجنة، واللجنة ما لقيتش حد تتفاوض معاه ورجعت بعد 3 شهور وهي تجر يعني خيبة الامل والفشل. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الفصل وحل تدريبات عليه. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.